الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود مئات الآلاف من العمال الأجانب غير الشرعيين في العراق، وأوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة أسامة مجيد الخفاجي أن أغلب شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالضوابط والقوانين التي تنص على تشغيل 50% من العمالة الوطنية، لذا تقوم بمنح العمالة الأجنبية الأفضلية في التشغيل، ما يجعلها تستحوذ على فرص العمل في مختلف الأنشطة والمشاريع التي تديرها تلك الشركات، كاشفا عن وجود مئات الآلاف من العمال غير المسجلين. عودت أسعار الدولار لترتفع يوم الأربعاء في أسواق بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين لتسجل 152,750 دينارا مقابل كل 100 دولار، كما سجل الدولار في أربيل ارتفاعا أيضا في محال الصرافة، فقد بلغ سعر البيع 153,000 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 152,000 دينار مقابل كل 100 دولار. أكدت مصادر حكومية أن حكومة كردستان العراق أعادت فرض الادخار الإجباري على رواتب الموظفين، مبينة أنها قررت احتساب رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي ادخارا إجباريا. وأوضحت المصادر أن حكومة أربيل لجأت إلى فرض الادخار الإجباري بسبب عدم توفر السيولة المالية لديها، وكانت الحكومة في بغداد قد أرسلت آخر دفعة من القرض المصوت عليه في مجلس الوزراء إلى حكومة كردستان الذي يكفي لرواتب شهر تموز وآب وأيلول فقط، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول، أي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بلا رواتب. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف رغم انخفاض أسعار النفط العالمي، وسجلت أسعار خام البصرة الثقيل ارتفاعا بلغ 14 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و73 سنتا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 14 سنتا ليصل إلى 76 دولارا و28 سنتا للبرميل. وانخفضت أسعار النفط العالمية لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة مع بدء شركات الشحن الكبرى في العودة إلى البحر الأحمر، على الرغم من الهجمات المستمرة وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. كشف موقع أويل برايس الأمريكي عن تحول عام 2023 تحولاً ملحوظاً في قطاع النفط، مع ظهور الولايات المتحدة كأكبر منتج في العالم، حيث وصلت إلى ذروتها التاريخية بإنتاج أكثر من 13 مليون برميل يومياً في شهر أيلول الماضي. ورغم التقديرات بتقليص طفيف في الإنفاق لعام 2024، يتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على نموها حتى مع تخطيط منتجي النفط الأمريكيين لتقليص الإنفاق بنسبة 1%، فمن المتوقع أن تسهل التحسينات من كفاءة العمليات واستمرار نمو الإنتاج باستفادتها من التقدم التكنولوجي الذي أحدثته للوصول إلى هذه الذروة. والآن انتقالة سريعة لأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.